حضوركم لأرض مصر الكنانة وانعقاد مؤتمركم هذا على غطاء جيلها الخالد وسط شعبها العظيم الواحد الموحد الذي استطاع أن يصطف حول قائده وجيشه وشرطته ليواجه بقوة وحث مختلف التحديات والمؤامرات التي حاولت النيل منه ومن وحدته واستقراره، واستطاع أن يعبر بسفينة الوطن إلى بر النجاة والأمان عبر ثورته العظيمة ثورة 30 يونيو التي ترد خلالها نظام حكمه الذي كان قد تم اختطافه من جماعة إرهابية لينطلق في أعقابها بخطى واثقة في مسيرة البناء والتنمية على نحو أبهر العالم، وأن يسكر في ذات الوقت صفحة جديدة مضيئة في تاريخه الوطني العظيم في معركته ضد الإرهاب الأسود وتحقيقه لانتصارات مشهورة في مواجهته. الزملاء الأعزاء الحضور الكريم، ينعقد مؤتمرنا هذا وتواجه مجتمعاتنا العربية مقاتل جمع تهدف إلى تفكيكها وتغذية الحروب والفتن وإشعالها بين أبنائه ونشر الفرقة وبث روح العداء والكراهية وتهكيك النزاعات الطائفية والعرقية، بل ونشر الشائعات والأكاذيب داخل المجتمعات المستقرة للعمل على النيل من وحدتها واستقرارها. ولا زال من يقومون بتلك المؤامرات يسعون جاهدين لامتداد تلك المؤامرات لتشمل دولنا المستقرة الآمنة، وهو الأمر الذي يحتم علينا كأبناء مخلصين لأوطاننا بصفة عامة وكرجال إعلام بصفة خاصة أن نقوم بدورنا الإيجابي والفعال نحو حماية مجتمعاتنا.